عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخوات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين واحسن حال يا رب. طبعا لو انت جديد انزل اشترك في القناة، اتمنى منك انك تشترك في القناة عندي وتدوس لايك وتكون من التيم بتاعي. تمام، النهاردة حلقتنا هتبقى في الغية. طبعا انا طلعت الدكورة بتاعتي بقويها، ما ينفعش ان انت تقفل الدكورة بتاعتك مرة واحدة، معلش انا عيني عشان الشمس، ما ينفعش ان انت تقفل الدكورة مرة واحدة عشان الدكورة هتتعب منك، الكتف هيتجدد، الحمام هيتعب، نفسيته تتعب، ما هو مثلا ايه كل يوم متعود ان هو بيطلع من الباب بيقدم واجبه، مره واحده انت تقفل عليه نفسيته بتتعب. الحمام ده زي البني ادم بالظبط. تمام، حمام مع رجاله. طبعا والدكر اللي هو اللي انا جايبه جديد، تمام، هحاول اسيب لكم الصوره بتاعته دلوقتي. بيقعد يطير معاهم شويه وبعد كده بيسكت عاوز يروح، بس هو عشان دماغه متبرجله عشان النتايه. تمام، مفيش طبعا حد فاتح الاوضه خالص. الساعه دلوقتي 6 بالليل يا رجاله، دلوقتي الساعه 6 بالليل. بصوا انا فاتح البيبان وكالف، طبعا ده الباب بتاعه، اعطوه باب تاني. تمام، الباب ده فاضي، الباب اللي تحت ده فاضي، لسه ان شاء الله هنحط في حمام. تمام، والبيبان فاضيه طبعا لسه. طبعا يا رجاله الدكر دوت فرخ، حطه في باب دلوقتي. تمام، الدكر ده برضك، وري نفسك للناس يا ابني. تمام يا رجاله، طبعا دي الطوائر بتاعتنا اهيت. تمام يا رجاله، طبعا الذكر برقبه صفراء، ابيض شقلباز، برقبه حمراء، ده يتنطق على انجليزي، هو كليزر، بس عشان التوب بتاعه ده من احنا بنتكلم بنقول عليه مثلا ايه انجليزي. تمام، بصوا يا رجاله الذكر، ذكر اهو. بصوا هو الحمام حاط، وهو بصوا هو باين معاكم كده، حاول اكرش له الحمام، الحمام اهوت، حاول اكرش له الحمام. طبعا ايه سايبه براحته، والله ما عدت شايفه. رجال هيمسك مع الحمام، هيرمي نفسه مع الحمام. رجال هيفضل رامي نفسه مع الحمام شويه كده. تمام، نطلب حطه، راح فين اهو، جاي اهوت، اخدها مع المايه تحت. تمام، اهو جاي هياخد حطه حطه. يلا ما علينا رجاله. بصوا يا رجاله عاوز اوريكم حاجه، معلش. تمام، اظبط بس الكاميرا هنا ثواني. الزغلول ده رجاله قشر بندق، دوت قشر بندق. تمام، ده على 4 رجاله، هي طالعه طيره، ده لو طلعت طيره في ذكر قشر بندق تحت في الاضاضي، هسيب لكم الصوره بتاعته دلوقتي. شفتوه؟ هديله ايه النتايه ديت، النتايه بسم الله ما شاء الله كويسه، ونش كويسه والله العظيم، ما فيهاش الا ايه الكامريشه السوداء اللي هي ايه في الديل دوت. تمام، وما شاء الله من تحت سلت، مش برضو كل النقطه ديت، عادي، خدود كويسة، عظم كويس، جتة كويسة، وما شاء الله ايه فطل كويس. تمام، فطل كويس. تمام يا رجالة، طبعا يا رجالة انا جايب السلكات اللي تحت ديت عشان احسس حمامتين، يعني عاوز اظبط الحمام كويس، مش عاوز افرخ حمامه وخلاص، مش عاوز اشتري اكل، الاكل غلى، مش هروح اشتري اكل مثلا انا اكله بتسعة جنيه عشان اكل جوز استرالات عشان اخد جوز زغلول زي دول مثلا، زي الازرق والابيض ده، دول هبيعهم مثلا هيجيبوا لي كام؟ 40 50 جنيه، تيجي تحسبها الحصب بيقعد مثلا يقول 20 والزغلول 30، 50 يوم يعني شهرين. شوف انت بتاكل في اليوم بكام؟ انا كل 3 ايام بجيب ب 100 جنيه اكل، كل 3 ايام بجيب ب 100 جنيه اكل، يعني مثلا احسبها في الشهر كده ممكن بتاع 500 جنيه اكل، 400 جنيه اكل. كل ده عشان اخد زغلول من دول؟ لا، انا اما اشغل دماغي واعمل حمامتين كويسين
بول او صوافات او سكروتات او كلام من دوت، او حمر وزرق او سود او قرق او غبر او كلام من دوت، عشان اخد زغلول كويس. حتى لو مش هبيعه هفرخه ونشه، قصدي هفرخ واطلع الزغلول ونشه. الزغلول رجاله لما يكون مثلا الزغلول وزار مثلا، حاجه زي دول مثلا وزار، تبقى في الباب شكلها حلو، تبقى في الباب شكلها حلو، حتى وهي طايره برضه بتبقى شكلها حلو. بصوا الحمام الرجاله حاطه اهو، الحمام حاطه اهو، والذكر والله ما انا شايف الذكر فوق اهو. احاول ايه ارجله بحمامتين كده اهو، حمامتين بس. تمام. طبعا الذكوره ديت ما جاء قفل عليها، مش هقفل عليها مره واحده، يعني مثلا ايه هفتح لها يوم ويوم يوم يومين كلام من دوت، وبعد كده همسك العيون دي بسكينه المعجون هنضفها خالص. وبعد ما نضفها خالص هقوم جاي رشش يا ميه وكلور، وجايب لا مؤاخذه طشت او طبق، بس يكون واطي، يكون مثلا يعني حجمه 10 سم، علو 10 سم عشان مفيش فرد. يقوم جاي فرد برضه يا رجاله، بيسيبهم ويمشي اهو عشان ما فيش مثلا حمام تملى انت الطبق ميه وتنزل انت وتسيبهم مع نفسهم، تيجي تبص تلاقي ايه حمامه ماتت في الطبق ولا حاجه. حصلت معايا. تمام. بحط نص كيس ملح واسيب الحمام، بقفل ايه عشان الغاز العرق عليهم عشان ما فيش فرد، يكون ريشه مبلول يطلع على الظهر يقلب يقع قطه ولا حاجه تاكله ايه من على السطح او من الشارع. تمام يا رجاله، يا ريت تشترك في القناه وتوصل لنا لايك وتكتب لنا كلمه حلوه يا محترم. اتمنى انك تشترك في القناه وتكون عندي. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.